خلينا نطلع لارض الملعب ومراسلنا الاعزاء كريم احمد ومريم سميح عشان يقولوا لنا كالعاده الاجواء والاستعداد لمباراه اليوم. اتفضل يا كريم. مرحب بيك يا كابتننا كابتن هيثم السعيد، طبعا كل التحيه ليك ولكابتننا الكبار نجوم الاستوديو التحليلي كابتن طاهر رجب وكابتن سلعاوي وزميلتي العزيزه مريم. النهارده مريم ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لفريقنا النهارده، الحقيقه اداء اكثر من رائع على مدار المباريات الاخيره واخرهم طبعا مباراه الزمالك. ان شاء الله باذن الله نستمر الاداء والقياده الفنيه الرائعه والمميزه جدا الحقيقه من مستر اوجوستي بوش اللي بيأدي اداء مميز جدا مع فريق النادي الاهلي مع الكوكبه المميزه. ان شاء الله يكون جيم كويس يا مريم النهارده. ان شاء الله برحب بيك طبعا يا كريم، برحب بيك يا كابتن هيثم وبرحب بضيوفك الكبار طبعا نجوم الاستوديو التحليلي نجوم استوديو الابطال كابتن طاهر رجب وكابتن محمد السلعاوي من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل من مقر النادي الاهلي بالجزيره. الحقيقه مباراه هامه جدا يا كريم طبعا. يمكن نادي الجزيره نادي فريق كبير جدا على المستوى الدفاعي، يعني يمكن بنتكلم عن فعلا مباراه هامه الاهلي بيستعد لها بكل قوه. الاهلي كمان يمكن وصل للارض الملعب مبكرا يمكن قبل المباراه بحوالي ساعتين، كان في محاضره لمستر اوجوستي بوش مع الفريق ويمكن كمان عمليات الاحماء بدات مبكرا قبل المباراه بساعه ونصف زي ما احنا شايفين ورانا عمليات الاحماء مستمره حتى بدايه المباراه. يمكن كنا بنتكلم يا كريم زي ما احنا بنتكلم على مباراه الزمالك الاهلي كسبها وهو ناقص، والنهارده يمكن عندنا غيابات ان شاء الله ما تكونش مؤثره بشكل كبير، ولكن النقطه الايجابيه ان عمر طارق الحقيقه موجود في السكور النهارده، كان عنده مزق في الخلفيه ولكن هو عاد مره اخرى النهارده هنشوفه في المباراه، ولكن الدفع بيه هيكون طبعا رؤية يعني فنية طبعا رؤيه فنيه للجهاز الفني بالتاكيد يا مريم. طبعا يعني الاهلي بمن حضر في كره القدم وفي كره السله وفي كل الحقيقه الالعاب، وده يمكن ثقتنا الكبيره في كل اللاعبين ويمكن كمان تحضير النفسي الجيد جدا من الجهاز الفني كابتن طارق كابتن وائل دياستي كابتن رامي دياستي كابتن مستر اوجوستي بوش كمان اللي في محاضراته بيركز على كل مباراه، كل مباراه ليها اختلاف وليها لعيبتها وليها كمان التكتيك بتاعها، لكن فريق الجزيره فريق مميز جدا محتاجين ان احنا يبقى دخولنا في الجيم جيد وقوي بشكل كبير جدا ان شاء الله باذن الله. تحضيرات فنيه مميزه كالعاده لفريق النادي الاهلي ولاوجوستي بوش، وايضا كمان يا مريم انت عارفه النهارده الحرص الدائم على الاجراءات الاحترازيه في كل مره بناكد على هذا الامر، عدم وجود الجمهور والتعليمات الخاصه طبعا لافراد الامن هنا طبعا العميد علاء صلاح طبعا مدير امن النادي الاهلي دكتور سعد الشلبي طبعا وتوجيهاته المميزه الرائعه، التزام كبير جدا يا مريم داخل الملعب على ما اعتقد طبعا يا كريم. ويمكن دليل على اهميه المباراه هو تواجد طبعا نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي العمري فاروق في المقصوره طبعاً. ويمكن ده بيدل على اهميه كبيره للمباراه. يمكن لو هنتكلم على تاريخ مواجهات الفريقين الحقيقه ان الاهلي كان بيقدر يكسب نادي الجزيره او فريق الجزيره بسكور كبير في مختلف المسابقات، يمكن كانت اولها نهائي بطوله منطقه القاهره كان الاهلي كسب بنتيجه 76 والجزيره كان 55، ايضا في نصف نهائي دوري المرتبط الاهلي قدر ان هو يكسب الجزيره بسكور 70-69، ايضا الاهلي كسب في العوده بنتيجه 76 والجزيره 72، وكمان في ذهاب الدور الترتيبي كان الجزيره 66 والاهلي قدر يفوز ب 85، يمكن سكور كبير عايزين طبعا. نشوف النهارده على في المباراه الخامسه وكمان المباراه الخامسه على التوالي يمكن الاهلي قدر ان هو يكسب اربع مباريات متتاليه خلال الدور الترتيبي. بالتاكيد ان شاء الله كل التوفيق للاعبينا للجهاز الفني مستر اوجوستي بوش كمان قيادته الفنيه تكون من خارج الخطوط رائعه جدا وتالق الحقيقه بقى احمد مهيب، عايزين نشوف ثلاثيه رائعه وقويه زي ما شفناها قبل كده، نشوف ايضا كمان كل اللعيبه ان شاء الله باذن الله يكونوا على قدر المسؤوليه كالعاده ونقدر النهارده ان شاء الله نحصل على نقاط المباراه ويستمر النادي الاهلي في سلسله الانتصار ومنها باذن الله ان شاء الله التتويج بدوري السوبر للمحترفين. زملاء الاعزاء طبعا كريم احمد ومريم سميح بشكركم شكرا جزيلا، يعني الحقيقه يعني غطيتوا كل اللي احنا محتاجين نقوله في الاستوديو، بشكركم ودايما متالقين وسلامنا ليكم من الاستوديو كريم ومريم.